ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام عبر الهاتف السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية. سيادة السفير، بعد التحية، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بسد النهضة وطمأنته للشعب المصري وأن المفاوضات لابد أن تؤخذ بصبر وتأني وأنها ما زالت مستمرة، لكن على الجميع أن يثق في بلده، تعليقك عليها. تعليق أن السيد الرئيس متابع كويس قوي الشعور العام في مصر حيال هذه القضية اللي بتمثل أولوية لينا جميعا، سواء كان رأس دولة أو مؤسسات دولة أو فعاليات مختلفة أو الرأي العام. طبعا مستشعر أنه في حالة من القلق وأنه شيء طبيعي انه يبقى في هذا القلق وانه تزداد وترته في الاونه الاخيره، لانه اصبح بيحتل ترتيب متقدم عن اي قضايا اخرى بتشغل الراي العام في الوقت الحالي. فيعني مساله التواصل ما بين راس الدوله وجموع الشعب فيما يتعلق بقضيه زي دي، دي مسألة مهمة جدا، وإنه هو يرسل رسالة طمأنة إنه هناك آلية إحنا مرتبطين بيها، إحنا بنقدرها، إحنا يجب أن نتيح ليها المجال إنها تمضي إلى غايتها، طالما لينا في مصر مصلحة في اننا نتبع هذه آلية التفاوض، وانه هذا الموضوع موضوع طويل وشاق وبياخد وقت، ولازم يبقى عندنا من طولة البال والصبر ما يكفي بحيث ان احنا نتابع وننتظر النتائج اللي هتسفر عنها. انما وزي ما اشار فخامة الرئيس طوال الايام الاخيره، الحقيقه الاسابيع الاخيره كمان، يعني كان في نشاط كبير، القاهره شهدت زيارات كثيره لمسؤولين مختلفين على مستوى مختلف المستويات، اتصالا بالنزاع الخاص بسد النهضه، وتحركات خارجيه سواء على المسرح الدولي على المسرح الاقليمي. وبالتالي احنا دي الرساله اللي عايز اوصلها للراي العام، احنا قايمين بشغلنا، عاملين نشاط، بنستقبل وفود، بنتبادل وجهات النظر معاهم، بنؤكد على انه قضيه سد النهضه لمصر وللشعب المصري هي قضيه وجوديه ويجب ان الكل يعي هذا. نعم، حضرتك ذكرت أيضا نقطة هامة في الحقيقة، هي كل النقاط هامة سيادة السفير، لكن أيضا من ضمن النقاط الهامة جدا هو استشعار سيادة الرئيس أن هناك بعض القلق ينتاب الشعب المصري، وهذه نقطة هامة. إذا العمل يسير على مسارين، على المسار التفاوضي وأيضا على مسار الخطاب مع المواطن المصري. دعنا نتحدث أيضا عن أهمية الزيارات المتبادلة التي حدثت في الأيام الأخيرة، ومن ضمنها زيارة رئيس الكونغو. الحقيقه الزياره كانت مهمه، ده الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، وهو بيحاول ان هو يبذل جهد في سبيل فك او نزع فتيل الازمه اللي بتزداد تازم كلما اقتربنا من تاريخ الملء الثاني للخزان بتاع سد النهضه. وحسبما اشار انه عنده بعض الافكار، فطبعا بالنسبه لنا نحب ان نستمع اليها، نتبادل وجهات النظر معاه ومع الاخرين، لانه واضح انه في عمليه تنسيق بتتم ما بين رئاسه الاتحاد الافريقي وسكرتير عام الامم المتحده والاداره الامريكيه فيما يتعلق بهذا الموضوع الشائك، وخاصه وانه مصر احاطت بشكل رسمي رئاسة مجلس الأمن وسكرتير العام للأمم المتحدة ورئاسة جمعية الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموقف الراهن بتفاصيله وموقفنا من هذا الوضع المتأزم واللي هيزداد تأزيما، واللي لو المجتمع الدولي ما أمشي بمسؤولياته تجاهه فالمجتمع الدولي هيتحمل مسؤولية ما سوف يسفر
عن عدم التحرك من تداعيات. فهي الكرة دلوقتي في ملعب المجتمع الدولي، وإحنا بنتعامل مع كافة الفعاليات في هذا المجتمع، عشان كده استقبلنا المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون القرن الأفريقي، استقبلنا رئيس الاتحاد الأفريقي، بنستقبل وبنوفد وفود لتوضيح الأمور وشرح الأمور، إنما مع توضيح حاجتين أساسيتين. أول حاجة هذا الموضوع وجودي ولن نتهاون فيه بالمرة، الأمن المائي المصري قضية وجودية. الحاجة الثانية إنه الكورة أصبحت في ملعب المجتمع الدولي، لأنه عدم حل هذا الموضوع خلال فترة الوجيزة القادمة فده هتسفر عنه تداعيات وأوضاع لا نرغب فيها جميعا في هذه المنطقة. نعم، إذن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بأن هناك تحركات دولية وزيارات متبادلة والمشاورات ما زالت مستمرة، لكن هذه التفاوضات تحتاج إلى صبر وتأنٍ، وعلى الجميع أن يثق في بلده. هذه كلها تصريحات تشعر بما يشعر بها المواطن المصري، وأيضا تطمئن المواطن المصري وتطلعه أيضا على الخطوات التي تقوم بها القيادة المصرية. حضرتك عندك تعليق أخير فيما يتعلق بهذا الأمر سيادة السفير؟ الحقيقة يعني مش لداعي الإشادة، إنما متابعة السيد الرئيس لاتجاهات الرأي العام، وبنشوفه بيتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي وبيتابع وسائل الإعلام وبيتفاعل مع مقدمي البرامج المختلفة. يعني ده الحقيقة توجه جديد محمود جدا، وقطعا محل تقدير واحترام من قبل جموع الشعب، لانه احنا ما تعودناش على هذا الاسلوب في التعامل ما بين رأس الدولة وجموع الشعب من قبل. نعم، سيد السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، جزيل الشكر لحضرتك.